صحفيه لوزاره الصحه. نشر حالات اصابه جديده من مجموع 86 تحليل مخبري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 39 حاله مؤكده، من بينهم 25 حالة مستوردة و14 حالة محلية موزعة كالآتي: ولاية أريانا عدد المصابين 9، عدد الحالات المستوردة 4، وعدد الحالات المحلية 5. القيروان حالتين، واحدة مستوردة وواحدة محلية. قفصة حالة واحدة مستوردة وهي الحالة التي شفيت. المهدية 3 حالات، حالة مستوردة وحالتين محلية. تونس 14 حالة، 9 حالات مستوردة وخمسة محلية. بنزرت حالتين، واحدة مستوردة وواحدة محلية. تطاوين حالة واحدة مستوردة. سوسة 2 حالات مستوردة. المنستير حالة واحدة مستوردة. بنعروس حالة واحدة مستوردة. مدنين حالة واحدة مستوردة. نابل حالة واحدة مستوردة. صفاقس حالة واحدة مستوردة. ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للحالات المشبوهة، تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 8787 شخص للحجر الصحي الذاتي. 5628 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و3159 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية. وتدعو وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد حفظ الصحة الجسمية والتقيد بالحجر الصحي الذاتي كأحد أهم الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة، وهي تعول على مسؤولية ووعي المواطنين في الحد من انتشار جائحة الكورونا ببلادنا، وذلك لتعزيز ما اتخذته الدولة التونسية من إجراءات للحد من انتشار هذا الفيروس. وشكرا لكم. أعطيتكم تفاصيل الجملية. أنا أعطيتكم الحالات الجديدة، فيهم حالة فقط محلية والبقية الكل حالات مستوردة. 39 وواحد برا ولا 38. نفس الإجراءات اللي تم اتخاذها إلى حد الآن، هي في الأغلب حالات مستوردة، وكما تعرفوا معناتها المسافرين، فما ولايات اللي عدد المسافرين يبدأ أكثر من ولايات أخرى، وهذاك علاش المخاطر تبدأ أكثر في الولايات هذه من ولايات أخرى. هي تطبيق الإجراءات اللي تم اتخاذها إلى حد الآن. نحب نركز ونركز ونركز على ضرورة تطبيق الإجراءات. راهو يبدأ شخص لا يلتزم بإجراءات الحجر الصحي يجب يسبب خطر على المحيطين به. احنا لحد الآن كان شفتوا في العشر الحالات كلهم مستوردة، والحمد لله أغلبيتهم ملتزمين بالحجر الصحي، فما حالة فقط هي حالة محلية. المسنة هذه حالة مشتبهة، التحاليل المخبرية لم تصل إلى حد الآن، وبالنسبة لنا هي حالة مشتبهة، وإذا كان من بعد باش يجينا النتائج تنمدكم بها. بالنسبة لل حاليا تصنيف الوضع الوبائي المرتبط بالكورونا الجديد ما زلنا في المرحلة الثانية، لكن المرور إلى المرحلة الثالثة إذا كان ما نقوموش بإجراءات التوقي التقصي وتطبيق الإجراءات من حجر صحي وكل الإجراءات المتعلقة بحفظ الصحة، المرور إلى المرحلة الثالثة هو ممكن. هذاك علاش احنا نأكدوا على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات اللي وضعتها وزارة الصحة باش نخفوا من عدد الحالات. 14 حالة في لا، كلهم حالات متفرقة ماهيش منطقة موبوءة. بالنسبة للحالات عندنا 4 حالات حاليا مقيمين في أقسام الإنعاش، عندنا حالتين مقيمين في مش في قسم الإنعاش، واحد مقيم في الإنعاش والثانية في قسم في فرحات حشاد سوسة، وزوز حالات أخرى هما مقيمين في مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا.
عطيتكم القائمة ليه؟ لا عطيتكم العدد نتاع القائمة، زادوا فما ولايات جديدة على غرار ولاية نابل وولاية بن عروس اللي فيهم حالة حالة. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، خاطر عنا اجتماع تويكا ونكملوا نتواصلوا معكم. إذا كانت هذه الندوة الصحفية لوزارة الصحة أعلنت فيها على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 39 حالة، منهم من بينهم بطبيعة الحالة لبرات لأصيل منطقة قفصة. دونك الحالات الكل 38 حالة إصابة، تسجيل أول حالة إصابة في نابل وأول حالة إصابة في بن عروس، البقية بطبيعة متوزعين على بقية الولايات اللي تم تسجيل فيهم الإصابات، منهم القروان والمهدية في تونس، في تطاوين، في سوسة وفي غيره من الولايات. دونك الحالات 39 حالة إصابة، نعود نذكره هي أول حالة إصابة في ولاية نابل. احنا قاعدين نحاولوا نتصلوا بالمدير الجهوي للصحة في نابل سعد الحديدي باش نزيدوا نعرفوا منين الحالة هذه وشنية، لأنه الحديث على حالة مستوردة بطبيعة حتى نتحصوا على كامل المعلومة. نمدكم بها في البنة.